أشارت دراسة حديثة في الجامعة الأردنية إلى أنه كلما ازداد عدد وجبات الطعام المتناولة في اليوم الواحد انخفض مستوى الكوليسترول في الدم، وكلما نقص عدد الوجبات ارتفعت نسبته. هذه النتائج تفسر لنا ارتفاع الكوليسترول لدى الصائم، وذلك بسبب اعتماده على وجبة رئيسية واحدة وهي وجبة الإفطار. لذا نجد الأطباء والباحثين يركزون على ضرورة تناول وجبة السحور، فهي تقوي الصائم وتعينه على ممارسة أعماله خلال النهار، كما تساعد في التقليل من حجم زيادة الكوليسترول في الدم الذي قد يؤدي ارتفاعه إلى أضرار خطيرة على صحة القلب والشرايين. وهذا مصداق لما أخبرنا عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام حين قال: تسحروا فإن في السحور بركة. Thank you.